عديت برشا تجارب، مرات نروح ما شاء الله نروح بالكدية ما فماش حتى مشاكل لا في الديوانة لا في حتى شيء، في الساعة ساعة مثال نعبط حتى في البورد، وانا دارنا معناها بين بورت ودارنا درجين ربع ساعة، مرات معناها نقعد ساعتين وثلاثة، تصور انت نقعد مطايش معناها فرغ لك كهربتك، اجراءات ديوانة وتفركيس، ومرات يجي معناها ما فهمتهاش هذا، يجي معناها يجي ساكتول لك من البولار ولا يشوف الباسبور، ويا خويا تفضل يتبع لك وتخرج، علاش مرة معناها نقول احنا نسربسوها ومرة سايبوها. عندي صاحبي يخدم معايا وعائلته، جاء وري فيا وراني وتلة في الحمامات، وقلت له راهو باهي باش يهبط مثال الحمامات يمشي دار منه ومنه يشوف فك الحكاية بتاع الأفريكان والخوم هذا اللي صاير في البلاد وكذا. جاء من بعد قال لي بدلت باش نمشي باش نمشي شرم الشيخ باش نمشي عليه، كيما جات ميلوني معناها رئيس الوزراء تو مرتين ولا ثلاثة ماشيين جايين اتفاقية عملوها أبار على حكاية الحرق وأبار على كانت الهجرة الغير نظامية. أما شنو هاو عملوا دي بروسيدير كل مرة يحلوا شوية، مرة 40 مرة 50 كفاءات معناها يمشيوا بوراقهم يخدموا في الحلال وبشهادة سودير سودير، نجار نجار، ميكانسيان ميكانسيان، فلاحة اللي هي عنده كف عنده معليش الحارقة، كيفما أمور قانونية وتخرج قانون تصبح بوراقك من بعد عام أنت تريق الأمور وتروح تطل على داركم كل شيء مخيط، فما عبيد تو ماتوا ما يعرفوش عليهم حتى في إيطاليا يمكن حتى في فرنسا برشا كوزينيه في بيتزارية في أي حاجة، راهم يحبوا الحاجات هذه يحبوا الصنعة ويحبوا الصغار يبدا عمره صغير سيرتو فهمني. أما أنت باش تمشي غاديك حارق الأوراق لا حد صعيبة، حتى اللي باش يوعدك راهو يكذب عليك فهمني، يوعدك يهزك جمعتين شهر كان طارت يقول لك سامحني. راهو تونس فيها ميزة والله العظيم نحكي لك، الهواء بركة الهواء نتاعنا والله ينصح به الطبيب، أنا نحكي لك عن تجربة، ناس جات نصحت به أنا، فما ناس تمرض في الغربة في تونس ما تمرض، جاوك بيعي شي سني على كسكسي على ايجا للدار دا تاكل والعصبان كالعادة ونشوف ما عندنا السر نتاع العصبان هذاك تلقاش بنت عمك بنت خالك تاكل وهذيك المشكلة وين تجيبه وانت فرح بيه وترسلك في عصبان الله أعلم، تحطها بنت خالك بنت أختك بنت خوك درا شكون توصيك واحد انت في الأخر. وضعية التونسي في إيطاليا بالنسبة للقدم والناس اللي تخدم في الحلال والناس عندها أوراقها، إذا كان تحكي على القدم معناها مستورين والحمد لله، مش معناها راهو فما خويا ولا لاباس عليه، كل واحد وشنو الاثنين اللي شدها فهمتني، وانت مكتوبة كيما في تونس كيما في إيطاليا، نحكي على الناس القدم اللي يخدم في الحلال، ناس مستورين عائلات وبصغار كيما في تونس فهمتني، صحيح خير من تونس العيشة غاديك، مي جينيراسيون اللي مشى بالنسبة للي مشى جديد وبالنسبة لأمور الحرقة والحراقة ولاد صغار وكيفاش معناها وناس تخسر في فلوسها ويعلم بها ربي منين تجيب في الفلوس باش تحرق فهمتني. أنا أنا مع ديما حتى نقعد مع ولاد حومتي مع أقاربي مع أختي ولاد أختي كي نحكي فرونشمون نقول لهم راه أكبر غلطة حاجة اسمها حرقة، وأكبر غلطة روما في بالكمش أنتوما معناها دنيا أخرى هذيك، صحيح بارابور على تونس خير، أما أنا ما ننصحش بأمور حرقة وبأمور واحد. آخر مرة أنا قاعد نسمع يعملوا كل مرة بالأربعين مرة في اتفاقيات 50 أصحاب الكفاءات والشهادات اللي عنده شكون صنعة كذا يصبوا دوسياتهم يقراوا شوية لغة ويصبوا دوسي يعطيو في الفيزا، ما نعرفش إذا كان الحكاية صحيحة ولا كيما جات ميلوني معناها رئيس الوزراء تو مرتين ولا ثلاثة ماشيين جايين اتفاقية عملوها أبار على حكاية الحرق وأبار على حكاية الهجرة الغير نظامية. أما شنو هاو عملوا دي بروسيدير كل مرة يحلوا شوية مرة 40 مرة 50 كفاءات معناها يمشيوا بوراقهم يخدموا في الحلال وبشهادة سودير سودير، نجار نجار، ميكانسيان ميكانسيان، فلاحة اللي هي عنده كف عنده معليش الحارقة، كيفما أمور قانونية وتخرج قانون تصبح بوراقك من بعد عام أنت تريق الأمورك وتروح تطل على داركم كل شيء مخيط، فما عبيد تو ماتوا ما يعرفوش عليهم حتى فيه لا حي لا ميت لا في حبس لا حتى شيء، كيفما أمور كي تنجم الدولة فما تسهل للشباب باش يخرج لك بوراقه، خاطر ناس فما راهو عندنا برشا ناس بشهادة وعندنا برشا ناس صناعية معناها صنعة في يديهم، وأنا أحكي لك في إيطاليا يمكن حتى في فرنسا برشا كوزينيه في بيتزارية في أي حاجة، راهم يحبوا الحاجات هذه يحبوا الصنعة ويحبوا الصغار يبدا عمره صغير سيرتو فهمني. أما أنت باش تمشي غاديك حارق الأوراق لا حد شيء صعيبة، حتى اللي باش يوعدك راهو يكذب عليك فهمني، يوعدك يهزك جمعتين شهر كان طارت يقول لك سامحني، تعديت برشا تجارب مرات نروح ما شاء الله نروح بالكدية ما فماش حتى مشاكل لا في الديوانة لا في حتى شيء، في الساعة ساعة مثال نعبط حتى في البورد، وانا دارنا معناها بين بورت ودارنا درجين ربع ساعة، مرات معناها نقعد ساعتين وثلاثة، تصور انت نقعد مطايش معناها فرغ لك كهربتك، اجراءات ديوانة وتفركيس، ومرات يجي معناها ما فهمتهاش هذايا، يجي معناها يجي ساكتول لك من البولار ولا يشوف الباسبور،
واي اخويا تفضل يتبع لك وتخرج، علاش مره معناها نقول احنا نسربسوها ومره سايبه. بالنسبه للمطار ما نعرفش، مش ديما نروح. مثلا انا نهارات هذوما جيت على الطياره المطار ما لقيت حتى عراقيل، حتى من فليجتي فيسع وصلت وخرجت وما فما حد شيء، فهمت؟ بالنسبه اما بنحكيو كمعيشه وكبرسه ما عادش كي قبل، ما عادش حتى علينا احنا، ولات تونس صعيبه وغلاء ولات ناقصه نظام، ناقصه برشا حاجات، حتى في نظام في وسخ في مونتاليتي تبدلت برشا. ما تونس يعني تونس بارابور مشيت لها خرجت منها 2001 واللي رجعت لقيتها تبدلت. بيان سور تبدل 2001 او قلت لك في توما بين 2001 يظهر لي 2011 فما 10 سنين، فما نوع بعد من 2011 لتو فما نوع زاد من بعد الثوره ذاك ما غير ما نحكيو فيه. معني انا حسب مره رجع ماشي طار مارشاريير عملنا ما قدمناش. ابسط حاجه ما حتى من كياس انت كتابه انسان مقيمين بالخارج ولا توريست ولا كار توريستيك ولا اي حاجه، كان تمشي لي بون ليو تلقى كياس تمشي عليه تابي، انت تدخل لهنا وسط البلاد بالسيف توحل تو. انا باش تجيب معك جروب توريست ولا انت باش تحوس ولا باش تقضي هاك ترى انا نطيش كرهبتي ما نعرفش في شارع كرتاج ومش تمشي نقضي وباش نروح انا دارنا على وسط البلاد درجين تو وليت نص ساعه ساعه غربع امبوتياج واحد بهذيك ما نحكيش بنيه تحتيه والدي ترافو كل شيء والكراب كراب كل شهر ولا قداش ولا كل 20 يوم 10000 كهرباء ما عادش معناها حتى على سقيه واحد بالسيف ولا يمشي. انت تو قاعد كتونسي مقيم في ايطاليا قاعد تروج للسياحه لتونس يعني السياحه الداخليه يعني تجيب لصحابك يعني هذيك بتبيع هذيك ديما هذيك في دم الواحد ما غير ما كيف يا فهم واحد مش نشكر اخي تونس معروفه من برا ومن قبل الثوره صدقني قبل الثوره خير من تو. قبل الثوره كانت تونس الترويج اللي فيها مش ترويج هما كيتبعوا هما يفهموا راه عندهم اخبار تو فيسبوك كل شيء يعرفوا. انا يجيني صاحبي يقول لي خش فما تونس مازلتوا داخلين بعضكم هكاك ها وما غير ها والله كانك حاضر. انا عندي صاحبي يخدم معايا وعائلته جاي وري فيا وراني وتله في الحمامات وقلت له راهو باهي باش يهبط مثال الحمامات يمشي دار منهم انا اشوفك حكايه تاع لي زافريكان والخماده اللي سايره في البلاد وكذا. جي من بعد قال لي نو بدلت باش نمشي بدل باش نمشي شرم الشيخ باش نمشي عليه نحسها انا هذيك اللي هو كان بروغرامي يعمل في ريزرفاسيون وقاعد يعمل في بريفنتيف ومعناها في الواحد باش يشوف باش يعمل حمامات. نهبط تصور في قبيخ ليبيا بلاصه هكا في تونس صحابي يقول لي معناها يعجبوهم يشوفوا تصور اللي يصير فيه يبدو جامات ويشوفوا الستوري يقول لي بتعفونا تونس وكذا ونبدا بالطبيعه ويسالوا فيا قداش ينزم وقت قداش السوق قد نقول لهم راي بالنسبه للسوام راي رمزيه وراي باهيه تونس كذا حتى في الجامعه تتفرج عندنا بحورات باهيه. اسمعني راهو بحرنا دواء وهوانا دواء وراهو اسمعني باللي تبقى في باللي تمشي لاي بلاد في العالم راهو تونس فيها ميزه والله العظيم. نحكي لك الهواء بركه الهواء نتاعنا والله ينصح به الطبيب. انا نحكي لك عن تجربه ناس جات نصحها الطبيب. انا فما ناس تمرض في الغربه في تونس ما تمرضش. وفما حاجه واحده اخرى التونسي معروف اللي هو طيب تلقاك حتى كي يجيو كلهم ايجا وسكنوا السكنه عندي انا مرحبا بكم بالطبيعه. لا هذيك بالطبيعه كي بداوا اصحاب بيان سور. لا بالطبع انا بيدك هيك نقول له عندي بالطبيعه تهبط او التليفون جوك بيه شي سني على كسكس على ايجا للدار تاكل والعصبان كالعاده ونشوف ما عندنا عندنا السر نتاع العصبان هذاك تلقاش بنت عمك بنت خالك تاكل هذيك هذيك المشكله وين تجيبه وانت فرح بيه وترسلك في عصبان لا اعلم تحطها بنت خالك بنت اختك بنت خوك درا شكون توصيك واحد انت في الاخر فهمت ما نعرفش عاد كم مازالت هذيك ولا ما بقات فينا فهمنا الحكايه هذي. اما هو كل شيء بالمكتوب. اما نحكي لك والله تونس بالنسبه لي انا بطبيعه بلادي مهما يكون قال لك بلادي وانجارت علي ما فهميش هذايا معناها راهو ولا اي واحد تو باش يسمعني راه افهمني مهما يكون والله حاشاك الزبله ولا درشنو وقله نظام نحن نتكاتفوا نحن يد لليد الرور شوف فهمت ما فهميش نحن نتكاتفوا نحن لازم نكون اليد في اليد باش ننهضوا بالبلاد يعني مش نغزر ونقولوا فوالا فما ترفو سخل هنا لا انا نهبط ونظفها وحدي انا نهبط هذيك علاش هذيك العقليه قبل ما نخرج من داري مثلا نلقى خلينا نقولوا قدام داري مسخ انا ننظفوا انا ننظف حومتي ولاد الحومه نتلموا هذه مو شويه ما يعني شويه الدوله وشويه العباد اللي نفسنا تعرف وعي مش تعرف لا نقصنا برشا وعي في كل شيء مش في امور كان زبله بركه ولا في امور طريق في امور كياس في امور فروج في امور
في اللي تحب انت فهمني تو انا سامحني كي تجي انت فماش اللي المراه مشيت وخليتك فدوا فهمني فهمني في مرة عقلية هي أول حاجة لازم تكون عقلية أول حاجة الساعة بتاع التونسي خاطر أنا توك نجي عامل بتاع التنظيف ما هو شوي منه هو وشوي من العبته وأنت عندك بوبيل باش تحط فيها الساك كي معبية احنا تبدأ بوبيل معبية ما تسكرش نرجعها للدار نخليها حتى الغدوة كي تفرغ نمشي نطيشها ما نخليهاش لبرا ديجا فما كاميرات تصور فما واحد وسخ واحد إذا كان معبية البوبيل ديجا مسكرة بالمفتاح ومعبية من لوحاس الشيء رجعها للدار خليها الغدوة.